يعني كويس ان حركة ليك تعليق، فكنت هأجل الموضوع ده مخشوش ده، بس خلاص ممكن نسأل فيه دلوقتي. لا هو انا بس ليه تعقيب على اخت فاضلة قالت انه الذهب مخلوط بالحصى. طيب انا هوضح ديت للمواطن عشان خاطر يبقى عارف الاساس الذهب. ايوه يا ريت. الذهب البيور هو عيار 24 اللي احنا بنسميه بلغتنا البلدي بندقي. بندقي بالظبط. الذهب عشان ينزل لعيار 21 لازم بيتحط عليه اضافات احنا بنسميها باللغه العلميه الويز. الالويز دي هي عباره عن نحاس وفضه. تمام. عشان نقدر نوصل لعيار 21 بنسبه 875 للالف ذهب، يعني 875 او 87.5% ذهب و 12.5% خليط من النحاس والفضه. الذهب عيار 18 اللي هو 18 على 24 اللي هو 750 على 1000 اللي هو 75% ذهب و 25% الوي اللي هو خليط من النحاس والفضه. فاذا لما نيجي نتكلم الذهب عيار 24 صعب تشكيله. تمام. فعشان نوصل للمشغول اللي نقدر نلبسه يا اما عيار 21 يا اما عيار 18 ده المتعارف عليه في مصر. فكل الذهب فيه نسب محدده مقننه ان هو يكون فيه نسب نحاس وفضه. ده رد على الاستاذه الفاضله اللي هي كانت بتقول الذهب مخلط. كل الذهب اللي في العالم لازم يكون فيه النسب المئويه، وهي دي النسب المتعارف عليها اللي هي نسبه 750 على 1000 او 875 على 1000. طب ايه الذهب المغشوش ده يتغش ازاي او بيبقى ايه؟ بص حضرتك هي مفيش حاجه اسمها غش ذهب. يعني يعني الذهب ذهب ولكن غش في عيار الذهب. ايوه. يعني اقل من العيار القانوني المقنن. بالظبط. تمام. في حوادث بتحصل في يعني في ضعاف نفوس كتير موجودين في الاسواق، مش في القطاع بتاعنا بس، في كل القطاعات. حتى القطاع العقاري كمان في ضعاف نفوس، ولكن في سيطره النهارده نقدر نقول من مصلحه الدمغ والموازين تفتيشيه على جميع الاسواق. حتى القرى مش المدن بس، مدن والقرى ينزل عليها حملات تفتيشيه من مصلحه الدمغ والموازين بحيث ان هي تضبط ايه الاسواق. دي هتاخدني مع حضرتك لنقطه يمكن احنا كنا بندردش فيها قبل الحلقه اللي هي الاونلاين. الاونلاين صعب السيطره. ينفع قبل الاونلاين معلش اروح لحضرتك لان دي برضه موضوع الذهب الصيني ده. اول حاجه ده مش ذهب. خليني اشرح لحضرتك ايه هو الذهب الصيني. وايه هو الاكسسوار وايه هو الستانلس ستيل. معدن الستانلس ستيل ده معدن معروف ومتعارف عليه. الاكسسوار هو ما هو مصنع من معدن غير ثمين ومطلي بماء الذهب. طلاء فق. بالظبط. تمام. وده ممكن ياثر جلديا على بعض الاشخاص او ممكن ما ياثرش جلديا على حسب طبيعتهم الجلديه. لكن تعال بقى نغير لونه متهيألي مع الزمن. بالظبط. تعال بقى حضرتك نروح للذهب الصيني. الذهب الصيني هو خليط من القمامه المعدنية. يعني المعادن الغير ثمينة والمشكلة اللي هي رصاص زنك ازير قصدير يعني على نحاس على كل ده. كل ده بيكون في القمامة بيتاخد بيتشكل على خاتم على كوليه على انسيال على الكلام ده كله، وبعد كده بيخش ياخد طبقة زي طبقة الدوكو بتاعت العربيات. يعني اذا هو معادن ضاره بالصحه، الزنك والرصاص والقصدير دول ضارين بالصحه. تمام. وفي نفس الوقت هو واخد طبقه دهان للون الذهبي. مجرد ما حصل كونتاكت ما بين الجسم والاحتكاك والفلكشن. لا هو بس مجرد ما حصل الكونتاكت ده ما بين جسم الشخص وفي جو الصيف والرطوبه اللي احنا فيها مؤثر سيء على الصحه الجلديه او الصحه العامه للاشخاص. ده عامل مهم قوي اللي حضرتك بتقوله ده. طبيعي. انما بالنسبه للاكسسوار انا ممكن يكون عندي حساسيه من معدن معين اللي مصنع من الاكسسوار، او ممكن ما يكونش عندي حساسيه. ولكن دايما بتلاقي الناس اللي هي لابسه الذهب الصيني لما بس مجرد ان هي تشيله بتلاقي سواد على الجلد تحتها.
ده الكونتاكت ما بين الجلد والعرق والاملاح اللي بتطلع من الجلد مع المعادن السيئه او الرديئه اللي بتلامس الجلد. طيب كنا هنروح بقى نقطه الاونلاين عشان دي بقى اصبحت عامل كده دخل طبعا مع السوشيال ميديا واعلانات نقطه الاونلاين. احنا الاونلاين عندنا بينقسم الى شقين. شق الاولاني وهو الشق المضمون، وخليني بقولها لحضرتك كده، الشق المضمون وهو شق الاتي: محل لي كيان ولي مكان بيبيع للمواطن عن طريق صفحات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي. وعندنا الجهه الثانيه هو كيان غير موجود بيبيع للمواطنين وده صعب الوصول اليه، تمام؟ سواء ان هو بيبيعه في صيغه ذهب جديد او في صيغه ذهب مستعمل او في صيغه انه مصنعيه رخيصه. ده صعب الملاحقه وصعب ان احنا نضمن حق المواطن فيه، وصعب ان احنا نقول للناس انه اضمنوا ان انتوا تشتروا من الكلام ده. فعشان كده دايما انا بقول للمواطن اللي عايز يشتري، عايز تشتري اوكي، الذهب حاجه ثمينه، انت ما بتدفعش فلوس بسيطه، انت بتدفع ارقام طبعا. فلما ادفع ارقام ليه استخسر على نفسي مجهود ان انا اروح ابص عليه وانقي واقيسه واشوف المقاس مظبوط واشوف لايق عليا ولا لا، وادفع قيمته وامشي، تمام؟ الحته بتاعت الاونلاين لازم اشتري من، لو انا مضطر ان انا اشتري اونلاين اشتري من كيان موجود على الارض، تمام؟ الصفحات اللي موجوده بتاعت الذهب المستعمل دي ارجو من المواطنين تجنبها. الذهب المستعمل ايوه، ارجو من المواطنين تجنبها لان الذهب المستعمل في الاول وفي الاخر احنا مجهول المصدر. ذهب مجهول المصدر، ذهب مجهول، الذهب المستعمل ذهب مجهول المصدر. والنهارده بتتفتح الصفحه يبيع بيها ذهب، تمام؟ بكره الصبح بعد ما يبيع يقفلها ويفتح واحده تانية باسم تاني وهكذا. يعني ممكن يكون ذهب مسروق من الاخر مثلا، ذهب مسروق، ذهب اذا احنا كنا بنتكلم فيه مغشوش. وانا صعب ان انا كشعبه اطالب مصلحه الدمغه بملاحقتهم لان هم ما لهمش مكان بالظبط، ما لهمش يعني ما لهمش مركز ان احنا نقدر نراقب عليه. انما المحلات اللي موجوده على الارض على في الشارع دي محلات يسهل الوصول اليها. حضرتك لما بتاخد الفاتوره، لما تشتري ذهب اشتري ذهب بالفاتوره، لما بتاخد الفاتوره الفاتوره مسجل عليها بالزبط. السعر، الميزان، العيار، دول الثلاث حاجات الاساسيه اللي لازم نبص عليها. انت بتضمن حقك وسهل ان انت ترجع للكيان اللي انت اشتريت منه حتى لو اشتريت منه اونلاين. في حاجه تانية احب اضيفها للناس وهي بتشتري الذهب، روح للاسواق، توجه للاسواق، اسواق الذهب، بحيث ان انت بيكون عندك المحلات موجوده، الكيانات موجوده، كلها قريبه من بعضها، تقدر تقارن ما بين المنتجات وبعضها، تقدر تقارن ما بين الاسعار وبعضها. دي برضو نقطه مهمه لازم المواطن ياخد باله منها او يحترز ليها وهو بيشتري الذهب. احنا بنشتري حاجه غاليه، ما نستخسر لا نستخسر صحتنا ولا نستخسر وقتنا في الفلوس اللي احنا بندفعها في استثمار. ردا على المواطنين اللي كانوا بيقولوا الاستثمار في الذهب او الاستثمار في العقار، هم عاده الاثنين بيزيد اسعارهم، ولكن الاستثمار العقاري هو استثمار بطيء، الاستثمار في الذهب هو الاستثمار السريع اسرع بالظبط، بحيث ان انا اقدر باي قيمه نقديه ان انا انزل اشتري ذهب، سواء جرام سواء 2 جرام سواء 100 جرام سواء كيلو، فانا غير مرتبط ان انا استثمر بقيمه معينه، والذهب سهل ان انا اقدر اسيله لقيمه ماديه في اي وقت، في اي، مش محتاج ان انا اشوف الماركت بتاع الريل ستيت عامل ازاي، انا في قبول، في التوقف في حركه العقارات. سهل ان انت تقدر تسيل الذهب عن العقار كتير. استثمار العقاري هو استثمار ذو قيمة اكبر ومضطر لها، ان انت يكون عندك قيمة نقدية اكبر، فالسهولة او ان انت تقدر تتحرك في العقار بتكون بطيئة شوية.
انا طبعا سعيد جدا بكل المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا. في نصيحة أخيرة حابب توجهها اللي عايز يشتري ذهب الأيام دي يعمل إيه؟ السعر دلوقتي مناسب جدا للشباب. يعني إن كان الناس بتبص له إن هو السعر مرتفع، إحنا عندنا السعر في اللحظة اللي إحنا فيها طالما إحنا متساويين مع البورصات العالمية السعر مناسب جدا إن أنت تشتري. يمكن أنا قلتها قبل كده، الذهب زينة وخزينة. لا تفقد قيمة من قيم الذهب في ان انت تحطها كخزينه فقط. لا، اشتري الذهب تزين بيه. المنتج المصري منتج يفوق النهارده المنتجات المستورده. يمكن احنا خلاص داخلين على ان احنا نتحط على خريطه العالم في صناعه الذهب. الحمد لله احنا اخذنا مجهود كبير كشعبه في ان احنا نوصل للنقطه دي، ولسه قدامنا مجهود كبير. وانا بوعد الدولة وبوعد المواطن المصري ان مصر هتشوفوها في حتة تانية قريب جدا في صناعة الذهب وفي خريطة الذهب العالمية. يمكن احنا لوننا على خريطة الصناعة لوننا الحمد لله دلوقتي ابتدى يصفر شوية، لحد ما نوصل للون الاخضر. هقول انا كده وصلت لهدفي ان مصر بقت على خريطة العالم اللون الاخضر. يمكن الدول اللي ما بتصدرش خالص او ما بتصنعش خالص لونها احمر، فهي ماشية تدريجيا لحد ما نوصل. احنا لوننا اصفر الحمد لله. النهاردة احنا لوننا بعد ما كنا من سنتين لوننا واخدين الاورانج، احنا النهاردة بقى لوننا اصفر باهت وداخلين على الخضار الليفل. يا رب. دي حاجه لطيفه، انا ما كنتش عارف ان احنا بنتصدر باكثر من مليار دولار ومنهم 300 مليون دولار مصنوعات ذهبيه. ده رقم كويس، ان شاء الله يزداد ويتضاعف الفتره القادمه. العالم بيصدر مجغولات مجوهرات ب 143 مليار دولار.